الحياة القصير في المغرب ديما هو الموظف، الحياة القصير في المغرب ديما هو المواطن البسيط. والدليل على ما نقول هو انه يعني بن كيران في الخرجة الاخيره ديالو بصفته كزعيم حزب ديال البي جي دي ورئيس حكومه سابق، يعني قال بعظمته بلسانه انه لو كان رئيسا للحكومه لما زاد ريال الموظفين بدعوى ان الميزانيه ديال الدوله ما يمكنش تتحمل هذه الزياده ديال الاجور ديال الموظفين. وهنا السؤال، واش الميزانيه ديال الدوله عندها القدره تحمل داك التقاعد الريعي ديالك كل شهر؟ واش الميزانيه ديال الدوله عندها القدره باش تحمل الميزانيه اللي كتصرفها على البوليس والمخازنين الذين يحرسون الدار ديالك، علما انك ما عندك حتى شي مسؤوليه عموميه، ساشون كو ان هذوك البوليس والمخازنين الذين يتناوبون عليك راه يمثلون واحد العدد هائل بامكان الدوله انها تسخر باش يمشي يامن واحد المنطقه جغرافيه وسكنيه اللي فيها واحد 60,000 او 70,000. خذ غير الهراويه الجنوبيه اللي تابعه الاقليم تتمليل، يعني تيسيروها 7 ديال الجدرميه، في حين الدار ديالك بحدها كيحرسها مجموعه ديال المخازنين ومجموعه ديال البوليس يتناوبون عليها. واش الميزانيه ديال الدوله تحمل هذا الشيء؟ واش الميزانيه ديال الدوله تحمل ديك لا بروتيكسيون رابروشي بحال كانك نجم من نجوم ديال هوليود، ولا كانك شي بطل رياضي خارق للعاده اللي الدوله كتحمل عليك هاد سميتو هاد النفقات؟ واش الدوله عندها القدره باش تحمل هذيك 800 مليون اللي الحزب ديالكم بغاش يرجع للخزينه العامه عقب الانتخابات الاخيره وعقب الهزيمه المذله التي تعرض لها الحزب ديالكم؟ وبالتالي هذيك 800 مليون كان يفترض باش ترجع للخزينه العامه لانها لم تصل الى ديك العتبه التي كان يفترض ان تبقى عندكم في الخزينه ديال الحزب. واش الميزانيه ديال الدوله عندها القدره باش تحمل انها تعطي 6 مليار ديال الدرهم في الولايات التشريعيه للمنتخبين ديالكم والمنتخبين ديال البرلمان والوزراء الى اخره، يعني في العام تقريبا واحد المليار والصرف ديال الدرهم؟ هل الاسئله الحقيقيه التي كان عليك بوصفك زعيم حزب وبوصفك رئيس حكومه سابق ان تطرحها بدل انك تمشي للحيط القصير اللي هو الموظف واللي هو المواطن البسيط؟ وهذا يدل على ان يعني ان بن كيران عنده واحد الفهم بليء للاقتصاد وعنده واحد الفهم متخلف للدوره الاقتصاديه. الدول كلها يعني انها تحرص على تنشيط واحد الرواج داخلي وتنشيط الاستهلاك الداخلي عبر ماذا؟ عبر تمكين المواطنين من واحد القدره شرائيه محترمه حتى يتسنى تحريك واحد الرواج. لكن للاسف الشديد يعني المغرب ابتلي ليس فقط يعني بالقحط وابتلي بالجفاف وابتلي بنخب معطوبه، بل ابتلي ايضا بمسؤولين لا يزينون الكلام ويطلقون الكلام على عواهنه. ولكن المسؤوليه ماشي ديال بن كيران، المسؤوليه كتحمل النيابه العامه. علاش؟ حيت ملي كيكون ان دونجي بيبليك في شي زنقه ولا في شي شارع، النيابه العامه كتحرك البوليس وكتحرك الجدرميه باش كيديو داك المسطي للطرونسيس. لكن للاسف الشديد انا حنا نجد واحد المسؤول بين قوسين يا حسرته كرئيس حكومه وزعيم حزب، وكتخليه يهدي ويؤجج الاحتقان في المجتمع بدون ان تتدخل النيابه العامه لنقله حمايه لامنه وحمايه لصحته وحمايه للمجتمع المغربي من هذا الهذيان انها تنقلوا للطرونسيس ديال الدار البيضاء.